بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا العملية الخاصة بمادة الوايرلس كوميونيكيشن نتورك 2. اليوم هو البروجكت الثالث اللي راح ناخذه ضمن المحاضرة الرابعة بالنسبة لمحاضرات العملية. المحاضرة الأولى كانت اختيار البرنامج اللي نعمل به وتنصيبه اللي هو ناسر 3، وبعدها بدينا بالبروجكت. الآن وصلنا إلى البروجكت الثالث. البروجكت الثاني أخذنا إحنا الوايرلس كوميونيكيشن نتورك، الأد هوك وايرلس كوميونيكيشن نتورك، باستخدام السابق كان سينكرونس لينك، اللي هو اللينك يكون للإرسال هو نفسه للاستلام. يعني عدد النودات أو number of nodes اللي راح يمر بيها الباكيت من السورس إلى الديستنيشن هو نفسه بحالة الريفرس من الديستنيشن إلى السورس، لذلك كان اسمه سينكرونس لينك. اليوم راح نأخذ تصميم أد هوك نتورك تعتمد بمبدأ عملها بإرسال البيانات على الأسينكرونس لينك. طبعا هي ممكن تكون سينكرونس وأسينكرونس في نفس الوقت، لكن احنا خلينا نشوف درسنا حالة الأسينكرونس لينك، خلينا نشوفها بالعملي بالواقع الحالي شلون يتم عمليتها إرسال الباكت بحالة الأسينكرونس لينك ضمن شبكة الأد هوك نتورك. السؤال اللي ممكن يجيك بالمختبر هو design and simulate ad hoc network based on this configuration. Number of mobile nodes، عدد النوت هو 4. الحال اللي راح تعمل بيها هاي الشبكة أو الفور نوت، 2 nodes exchange message with intermediate mobile node. يعني موجود أكو فد مجموعة من النوت اللي هي intermediate وسطية ما بين السورس والديستنيشن، بالتالي السورس والديستنيشن يتبادلون المسجز أو المعلومات عن من خلال هاي الانترميديت موبايل نود. ترانزميشن لينك اللي راح يتم الاعتماد عليه أو توضيحه أو العمل به بتراسل المعلومات بين هاي التو نودز هو الأسينكرونس لينك. طبعا كل البروجكتس اللي احنا راح ناخذها راح ناخذ الديزاين مود والسيميليشن مود او الران مود. بالديزاين مود موجوده مجموعه من الفايلز اللي راح نسوي لها سيتنج، وراح ننزل الكودز الكودات البرمجيه الخاصه بها من اجل تنفيذ هذا السيميليشن او هذا البروجكت. هنا بالموديل هنا يوضح شنو مبدا عمل او كيف راح يكون عمل هذه الشبكه. موجوده 4 نودز، 2 نوت راح يتم تبادل المعلومات فيما بينها، والسكند نوت الاخرى او التو نوت الاخرى راح تعمل عمل الفوروردنج نوت. يعني كانه هي فوروردنج جروب، كانه عندنا 2 نوت، واحد سورس واحد ديستنيشن، اكو تم تخصيص بينهما ما يسمى بالفوروردنج جروب او فوروردنج نوتس. سيتنج اب للبروجكت انه احنا نفتح بروجكت جديد، نيو بروجكت، نسميه تيك توك 20 او اي اسم انت تريده، انت حر بالتسميه طبعا. بعد ان نفتحه آلية فتح النيو بروجكت احنا تعودنا عليها بالوقت الحاضر، فراح نروح لتكوين او توليد ال NED فايل. هنا ممكن انت تسمي تيك توك 20.NED، تيك توك 15.NED، انت اي اسم انت تريده، انت حر تسميتها. هنا التسميات هنا انتم غير مقيدين بها، ممكن انت تختار التسميه تناسبك. عموما بعد فتح ال NED فايل نروح الى مود السورس مود. طبعا ال NED فايل بي ديزاين مود اللي يظهر لك اللاي اوت او شكل الشبكه اللي انت تشوفها الخارج اللي انت راح تشتغل بها او راح تصممها، ويعطيك السورس مود اللي انت تقدر تكتب به الكودز او الكود البرمجي الخاص بهذه الشبكه. تروح للسويتش مود، السورس مود عفوا، نزل به هذا الكود، تكتبه هذا الكود
هذا الكود يتكون من جزئين. هسه راح نتواصل وياكم الآن بإكمال محاضرة العمل. آسف. فهنا عندنا الـ NED file من أجل كتابة الكود البرمجي الخاص به، نروح إلى source mode ونزل هذا الكود البرمجي. الكود البرمجي يتكون من جزئين، الجزء الأول هو تخصيص نوعية أو نوع النود اللي راح تشتغل، اللي راح نعطيها اسم احنا TXT1، لكن خصائصها انه هاي النود تحتوي على 2 جيت، بوابتين، بوابة للاستلام وبوابة للارسال فقط في هذا البروجكت. البروجكتات القادمة راح ناخذ، راح نشوف انه النود ممكن تحتوي على اكثر من جيت للانبوت واكثر من جيت للاوتبوت. نوع الشبكة واسمها تيك توك. شنو نوع هاي الشبكة؟ شنو تفاصيلها؟ داخل هاي الشبكة راح نشوف سب موديولس اللي هي تيك 1 إلى تيك 4، كلهم من نوع TXT1. الجزء الأخير يوضح الكونكشن اللي راح تصير به عملية ربط هذه. الجزء الأخير من هذا الكود هو يوضح الكونكشنز اللي راح تكون موجودة ما بين هاي الأربع نودات من تيك 1 إلى تيك 4، وهذه يوضح طريقة التواصل أو التوصيل ما بين هذه النودز. هذا الجزء الأول اللي هو NED file يكون إحنا اللي هو الجزء الأساسي. ممكن إنه أنت تروح إلى design mode وتشوف نوع أو شكل الشبكة اللي أنت صممتها حسب هذا الكود اللي احنا كتبناه. هسه راح نضيف فايل اخر اللي هو C++ فايل. احنا دائما نتعود من كل البروجكتات اللي عندنا احنا نسميه txc1.cc، انت ممكن تغير هاي التسميات، لكنه extension.cc هو مشروط عليك من اجل تنفيذ البرنامج بشكل صحيح. بعد توليد او فتح C++ فايل راح ننزل به هذا الكود الخاص به. طبعا هذا الكود ما يختلف عن الكود البروجكت السابق، لانه هنا راح نعتمد على الاربع نودات، لكنه طريقه الكونكشن وطريقه ارسال المعلومات والترتيب التوبولوجي الخاص بالشبكه هو هنا اختلف. فالكلاس الاولى اللي هي TXT1 الخاصه بالمود بالنود TXT1 تحتوي على 2 virtual او 2 procedure أو two functions اللي هي initialize والhandle message. بالinitialize الخاص بالtxt1 هنا راح يتم عملية بدء إرسال المعلومات من tk1، بالتالي تبدأ إرسال المعلومات من tk1 إلى أقرب نود مرتبطة بها. هاي النود أو two نود الوسطية راح تعمل عمل الفورورد جروب، اي وظيفته هو عمليه فوروردنج للباكتس اللي تصل لها. المسج الاخيره او الفانكشن الاخيره هي خاصه بعمليه السند مسج من هذه النود. بعد تطبيق هذا او تنفيذ او اكمال هذا البروسيجر او البرنامج، نروح نفتح الفايل الاخر اللي هو الاني فايل الخاص بتنفيذ او التهيئه لتنفيذ هذه الشبكه. طبعا احنا الشبكه سميناها تيك توك 1، انت ممكن تغير اسم الشبكه كيف ما تريد. بعد فتح الاوميد.اني فايل راح مثل ما تعودنا كنا نروح نختار اسم الشبكه او نكتب اسم الشبكه من خلال الفورم مود، ونختار simulation time resolution ES، لأنه إذا ما اخترنا simulation time resolution على الـ PS راح يكون هناك سرعة عالية لتنفيذ البرنامج، وما راح نلاحظ كيفية انتقال الباكتس ما بين النودز. المود الأخير هو running simulation mode. هنا بالـ running simulation mode راح ننفذ من خلال البتم اللي هو running موجود بأعلى الإديتر الخاص بالـ Omnet++. راح
تجري بعض الإجراءات البسيطة أنتم تعودتوا عليها بتنفيذ البروجكتات السابقة، توصلون إلى الأوتبوت النهائي. طبعاً شكل الشبكة أنت ممكن تغير ترتيب الشبكة كيف ما تريد، لكن من أجل توضيح إرسال واستلام هذه الباكتس ما بين تو نودز باختلاف الباث، باث للإرسال يكون مختلف عن الباث للاستلام. أنا كتبت البرنامج على الأومنت بلس بلس ونفذته. خلي نروح نسوي شيرينج لهذه الصفحة حتى تشوفون تنفيذ البرنامج. هذا هو شكل الشبكة، رتبتها يعني بالطريقة التالية من أجل إرسال المعلومات بباث مختلف. ممكن أنت ترتب بغير توبولوجي، هذا توبولوجي معين أو كونفيجريشن رتبته يعني لا على التعيين، ممكن أنت ترتبه بطريقة أخرى من أجل توضيح إنه الباث الخاص بالإرسال ما بين التك 1 والتك 4 هو يختلف عن باث الاستلام. نروح ننفذ حتى نشوف المعلومات كيف يتم إرسالها من تك 1 إلى تك 2 ثم إلى تك 3 بعد إلى تك 4 وترجع إلى تك 1. هو الهدف هو عملية التواصل وإرسال معلومات ما بين تك 1 وتك 4. تك 1 ما يعرف بالضبط كيف يوصل إلى تك 4، وبالتالي استخدم مسار إنه يرسل إلى تك 2، وتك 2 اختار إنه يرسل إلى تك 3، وتك 3 أرسل إلى تك 4. لكنه تك 4 عندما أراد أن يرجع مسج إلى تك 1 اختار المسار المباشر إليه ما بين تك 4 وتك 1، وبالتالي أصبح مسار الإرسال من تك 1 إلى تك 4 يختلف عن مسار إعادة الإرسال أو الإشارة المعالجة من تك 4 إلى تك 1. بهذا يكون انتهت محاضرة العملي. مثل ما نوهنا بالمحاضرات السابقة أنه دائما أي محاضرة عملي أنت تعتبرها كهومورك لك، نفذها وادز لي الريزلت النهائية حال البروجكتات السابقة. أرجو من بقية الطلبة، بعض الطلبة ما أرسلوا لي البروجكتات السابقة، يا ريت لو شوية تساعدون ويانا وينفذون البروجكتات تباعا من أجل أن يتواصلون ويانا، لأنه البروجكتات القادمة راح تكون شوية أصعب. وإذا هو ما فاهم شيء ممكن ينزل الكود مباشرة ويفتح البرنامج ينزل الكودات ويشغل وينفذ ويدزي ريزلت، لكن هو ما راح يكون فاهم شيء. يا ريت لو تتواصلون وياي اللي طلب بعض الطلبة اللي ما أرسلوا البروجكتات السابقة ويرسلوها تباعا واحد تلو الآخر، ماكو أي مشكلة بالموضوع، لكن المهم إنه أنت تنفذ البروجكتات الثلاثة المطلوبة من عندك لحد الآن. وهذا تكون محاضرة من هذا اليوم انتهت، وأني أشكركم على حسن أصغائكم وعلى حضوركم. نلتقي إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. اللي ما عنده شيء ممكن يتفضل، واللي عنده أسئلة ممكن يدز لي إياها. تحياتي للجميع.